قال المؤلف رحمه الله: كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن سلام. ينصب المضارع بأن مضمر وجوها بعد أو إذا صلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي، أي أن خفية، أن خفية ينصب المضارع بعدها بها إذا وقعت بعد أو الصالحة لأن تكون حتى. تصلح أو بمعنى حتى في نحو، في نحو لا أستغفرن الله أو يتوب، لا أستغفرن الله أو يغفر لي أي ليغفر لي، أو لا أنتظرنك أو تقضيني حقي حتى تقضيني حقي. فبعضهم يقول أو إذا كانت معنى إلى أو إلا، وابن مالك قال حتى إذا كانت معنى حتى وهذا أفضل حتى، أو إلا أن كقولهم لأؤدبن العاصية أو يتوب إلا أن يتوب. فإن كانت أو لا بمعنى حتى ولا بمعنى إلا أن فإن المضارع ينصب بعدها بأن مضمرة لكن جوازا، نحو ولولا رجال من رزام أعزة وآل سبيع أو أسوءك علقما أو أن أسوءك، لو قلت أو أن أسوءك لا حرج. أنا ظاهر كذاك بعد أو إذا يصح في مضيع حتى أو إلا أن خفي. قال بعضهم، قال بعضهم انتصب المضارع بعد أو بالمخالفة لأن ما بعدها مخالف لما قبلها ليس بمعناه ولا معطوف عليه، لا أنتظرنك أو تعطيني حقي، لا صلة بين تعطيني وبين أنتظرنك. قال بعضهم انتصب بالمخالفة وهو عامل أضافه الكوفية واستعملوه هنا واستعملوه في في أفعال التعجب. قالوا ما أكرم زين، قالوا أكرم، أكرم اسم. لماذا، لماذا نصبتم؟ وقال انتصب بالمخالفة لأنه ليس بمعنى ما قبله بالمعنى ما بعده، أكرم زيد يتابع لزيد. وقالوا الترتيب الإعرابي المرتب على هذا أن تقول ليكونن انتظار، ليكون التزام أو قضاء. فأنت عطفت، عطفت مصدرا مؤولا على مصدر متوهم، لا أنت ولنك أو تعطيني حقي أو تعطيني، هذا مصدر مؤول من أن التي قدرتها هو الفعل الأول متوهم، توهمت أنك قلت لا يكون انتظار، لا يكون التزام. لماذا سموه، لماذا سموه متوهما؟ لعدم وجود سابق، السوابق غير موجود، السوابق المعروفة أن وأن وكي ولو لا يوجد سابق، فقالوا مصدر متوهم، توهم المتكلم فقط هكذا. هذا ما نقوله، والراجح أن الناصب له أن في هذا. نعم. وبعد حتى هكذا كذلك ينصب المضارع بأن مضمرة وجوها بعد حتى، بعد حتى إذا كان ما بعدها مستقبلا بالنسبة لما قبلها ولم يكن مسببا عنه. تقول وزلزل، لا أترك هذه. قال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى، حتى يرجع، الرجوع مستقبل بالنسبة للعكوف. أما قوله كذاك وبعد حتى هكذا إضمار أن حتمه، وحتى هنا، حتى هنا رأي كقولك قوله حتى يرجع إلى موسى، وتعليلية وهي التي مثلها ابن مالك بقوله جد حتى تسر لا حزن، حتى هنا للتعليل جد لتسر لا حزن. وأضاف بعضهم نوعا آخر من حتى سميت حتى الاستثنائية، وجعل منها قول الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إلا أن يقول، ومنها قول الشاعر، منها قول الشاعر ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل إلا أن تجود. فحتى عموما ثلاثة أنواع، حتى جارة ثلاثة أنواع، حتى، حتى ثلاثة أنواع، حتى جارة وهي الغائية والتعليلية والاستثنائية لأنها جارة، جرة أن ومدخولها، واضح؟ وحتى تكون ابتدائية وهي التي تأتي بعدها جملة فعلية فعلها مضارع في قراءة ورش، وزلزلوا حتى يقول الرسول، أو فعل ماضي نحو ثم بدلنا مكان السيئة حسنة حتى عفوا، أو تأتي بعدها جملة اسمية، جملة اسمية كقول الشاعر فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا، حتى ماء دجلة أشكلوا مبتدا خبر. هذا نوع، إذن قلنا الآن جارة وابتدائية وعاطفة، وهي التي قال بها ابن مالك رحمه الله تعالى
بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون الا غايه الذي هذه نوع حتى حتى تنفقوا مما تحبون استثنائيه لن حتى تنفقوا مما تحبون قد تكون غائيه الى ان تنفقوا الله لم ارد ما عدها نعم وتلو حتى حالنا مؤولا به ارفع عنه مستقبل. حتى يشترط بالنص بها ان يكون ما بعدها مستقبلا بالنسبه لما قبلها فان كان حالا وكان مسببا عما قبلها لا ينصب مثل مرض زيد حتى لا يرجونه ليس هناك استقبال وعدم الرجاء مسبب عن المرض وتقول سرت حتى ادخل البلد اذا قلت ذلك وانت في حال الدخول يرفع ما بعد حتى بالشروط ان يكون مسببا عما قبلها وان يكون حالا لاستقبالا وان يكون ولا يكون فضلا فإن كان فضلا لا يكون تقول سيري وأن لا يكون فضلا مثل وأن يكون فضلا وأن يكون لا فضلا وأن يكون فضلا تقول مرض زيد حتى لا يرجونه حتى يرجونه فضلا فلا يجوز أن تقول سيري حتى أدخلها هذا ليس فضلا هذا خبر لا بد من النصب واضح شروط ثلاث أنا أقول وتلوى حتى حالنا ولا يرفع عنه وانصب المستقبل اقرا. وبعد فاء الجواب نفي او طلب محضرني ان اسطر واحد منهم. قال ينصب المضارع بين المضارع وجوه بعد الفاء الواقع جوابا لطلب او نفي. طلب بالفعل او نفي محض. نحو احضر فتستفيد فلا تخضع بقولي فيطمع. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق الى اخر انواع الطلب. وهي ما جمعها بعضهم بقوله مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو ثم قال كذلك النفي وقد كمل ولا بد ان يكون بالفعل ان يكون بالفعل نحو قم فاتبعك اذا كان بالمصدر لا ينصب نحو سكوتا تقول فينام الناس خلاف الكساء أو كان باسم الفعل بارك الله فيك كان اسم الفعل مثل باسم الفعل نحو صح فأحدثك صح فأحدثك لأن اسم الفعل لا يتصيد منه مصدر فهمت السر تقول اسكت فأحدثك التقدير ليكن منك سكوت ذا حديث مني هذا تقدير عطفت مصدرا مؤولا على مصدر متوهم لكن اسم الفعل لا يتصيد من المصدر ولذلك تتعذر النصب بعد الفاء الواقعة جوابا له فهمتها؟ الحمد لله أنا قولي وتلو أحد أحد وبعد فاء جواب نفي وطلب محضين لا بد أن يكون النفي محضا فإذا انتقض نحو أنت ما تأتينا إلا فتحدثنا النفي انتقض وكذلك أنت ما تزال تأتينا فتحدثنا تزال نفي ونفي النفي إثبات أنا أقوله محضين أن يكون الطلب بالفعل وأن يكون النفي دون أن ينتقض محضا أنا أقوله وبعد فاجة جواب نفي وطلب محضين كلمة محضين رائعة أنه ستر واحد من الأخرى الواو كالفاء كذلك الواو كالفاء إذا فات مفهوم مع ينصب المضارع بأن المضمرة وجوبا بعد الفاء الواقع جوابا بعد الواو الواقع جوابا لنفي أو طلب نفي أم حسبتموا أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين والطلب نحو قلت ادعي وأدعو إن أندى لصوتي أن ينادي داعياني ونحو ألم أكو جاركم ويكون بيني ونحو لا تهان خلق وتأتي مثله لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذه كلها أمثلة تدل على نصب المضارع بعد الواو الواقعة جوابا لطلب قرأ والواو كلفة إن تفيد مفهوما كلا تكون جلدا وتظهر الجزاء بعد غير النفي جزما يعتمد إن تسقط الفاء والجزاء إن تسقط الفاء وبعد غير النفي إذا أسقطت الفاء
وقصدت الجزاء بعد غير النفي عليك أن تجزم، فتقول أحضر فأكرمك، أسقط الفاء تقول أحضر أكرمك إذا قصدت الجزاء. أما النفي لا يتناول هذا، لأن النفي في تقدير عدم الوقوع كالإثبات في تقدير الوقوع، لا ينصب، ليس هناك شيء معلق على شيء. إذا تقول أحضر أكرمك، هل تحضره أكرمك؟ ألا تحضره أكرمك؟ واضح؟ قال تعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن، قال وأكن أكن معطوفة على محلي فأصدق، لو لم تكن هناك فاء لانجزم فأصدق، فيعطف على محلي قبل دخول الفاء. واضح؟ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، الصدقة جواب لطلب. قال بعدها: وأكن أكون عطف على محل فأصدق، لأنه لو لم يقترن بالفاء لانجزم. واضح؟ هذا ما قوله. وبعد غير النفي اعتمد الجزمة إن قصدت الجزاء، فإن لم تقصد الجزاء لا تجزم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم جملة صفة للزكاة. فهب لي من لدنك وليا يرثني، ولعل من جزم قصد الجزاء قراءة: فهب لي من لدنك وليا يرثني. واضح أنا قوله: وبعد غير النفي جزما اعتمد ان تسقط الفاء والجزاء قد قصد. اما قولهم قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي انت وامي لا تشرف، هذا في البيت الذي بعده اقرأ. شرط الجزم بعد النهي ننتظر قبل الله. اما بعد النهي فيشترط لصحة الجزم صحة وقوع إلا محل النهي. تقول: لا تدنو من الأسد تسلم، بجزم تسلم، لأنك إن قلت إلا تدنو من الأسد تسلم صح المعنى، بعكس لا تدنو من الأسد يأكلك فلا جزم، لعدم صحة وقوع إلا تدنو من الأسد تسلم. من لم يدنو من الأسد يأكلك، قصد الله تعالى يأكل، لعدم صحة أن تقول إلا تدنو من الأسد يأكلك، لأن من لم يدنو من الأسد لا يأكله. وكذا تقول: لا تهمل تنجح، بعكس لا تهمل تفشل، لعدم صحة القول إلا تهمل تفشل، هذا يقال ما قلت. وكذلك يشترط بعد الأمر صحة وقوع محله، نحو: ائتني أكرمك، لصحة إن تأتيني أكرمك، بعكس ائتني لا أستقبلك، لعدم صحتي إن تأتيني لا أكرمك لعدم المناسبة. واضح؟ أنا قوله: وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخاف. أما قولهم: لا تشرف يصيبك سهم، قالوا: هي بدل من لا تدنو من لا تشرف، لأنه لا يصح. إذا قلت لا تشرف يصيبك سهم، لو قلت إلا تشرف يصيبك سهم ما لا يصح. واضح؟ كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا يؤذنا، قالوا: بدل من لا يقربن، لأنك إذا قلت إلا يقربن مسجدنا يؤذنا لا يصح المعنى. واحد ما قرب من المسجد كيف يؤذيك؟ لا تشرف يصيبك سهم، هو إلا يأتي إلا لكن جزم. نعم، هذا قلت لك بدل، لأن هنا لا تصح موضعها إلا، هذا اعتراض. لو قال لي شخص: ما رأيك في قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لا تشرف يصيبك سهم، لا يصح أن تقع إلا موضع لا تشرف هنا وانجزم يصيبك، قلت هو بدل من تشرف. أظهر؟ أقرأ. والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبل الله. هذا البيت استخلصه أنه زائد في الألفية، والله أعلم، لأن معناه مستغنى عنه وساقط من بعض النسخ الألفية. قال: والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه مع الفاء واقبل جزمه بسقوط الفاء، فتقول سكوتا فينام الناس صح فأحدثك. الأمر بغير فعل لا تنصب جوابه، وجزمه اقبلا تقول سكوتا ينام الناس صح أحدثك، معناه مستغنى عنه، لأنه قال في المرة الأولى قال بعد فاء جوابي لفي لو طالب محضين، إذا كان بغير الأمر بغير الفعل فليس محضا،
ثم قال وبعد غير النفي جزما يعتمد ان تسقط الفاء، ولم يستثني من ذلك الامر بالمصدر او بغيره او بهذا. فالبيت مستغنى عن معناه، اذا انتبهت لما قبله تستطيع ان تستغني به عن معناه. وساق بعض النسخ الالفيه وذلك استخلصت انه زائد. نعم قرأ. ولو اسقطته واخر في الوقت تصير الالفيه الف بيت بالضبط، وهي الان الف بيت وبيتان. فعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب المائة. اضطر ان ياتي بهذا لان بعضهم قال الرجاء ليس من انواع الطلب. قال فعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ماء الى التمني ينتسب. قال وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه على صروف الدهر او دولاتها يدلنا اللمة من لماتها فتستريح النفس من عبراتها. فتستريح النفس على هذا قوله. إذا قال بعضهم سمع جواب الفعل، سمع جزم الفعل مع سقوط الفاء في جواب الرجاء، وقالوا الجزم فرع النصب، ماذا من جزم بعد بسقوط الفاء ينصب مع الفاء. وهو اضطر أن يأتي بها لأن بعضهم قال بعد الرجاء ليس من نوع الطلب، لا ينصب المضارع في جوابه مع الفاء، فاضطر أن ينص عليها. وإن على اسم خالص في عطف تنصبه ثابتا أو منحرفا. قال إذا عطفت فعلا مضارع على اسم خالص من تقدير الفعل فعليك أن تنصبه بأن، والعطف يكون بأو أو بالواو أو بثم أو بالفاء. قال ولبس عباءة وتقر عيني، وأن هنا جائزة لمضمار لا واجبته. ولبس عباءة وتقر عيني، لماذا قدروا أن؟ لأنهم لو لم يقدروا أن عطفوا فعلا على اسم، وهذا لا يجوز. فلما قدروا أن، وأن والفعل في تأويل مصدر، عطفوا اسما على اسم. واضح؟ وسمعت في القرآن الكريم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم، وأن تقولوا على الله ما لا تفعلون. عطف مصدرا مؤولا على مصدر صريح. واضح؟ وكذلك قال الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا لأنك عطفت فعلا مضارع اسم خالص. واضح؟ قال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل لولا توقع معتل فأرضيه ما كنت أؤثر إترابا على ترابي. واضح؟ فإن لم يكن الاسم خالصا بأن كان اسم فاعل أو اسم مفعول لا ينصب الفعل، لأنه بمثابة عطف فعل على فعل مر بك، وعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكس الاستعمال تجد سهلا. تقول الطائر فيغضب زيد الذباب، يغضب الله تعالى الطائر، والطائر اسم يشبه الفعل يعطف على الفعل يطفع الفعل. خلاص أنا أقوله. وبعد فا جوابنا في نقطة لما حضيني أنوس ماذا قال؟ وإن على اسم خالص فعل أعطيت تنصبه أن ثابتا أو نحن أقرأ شيخ. الاسم الخالص هو المصدر، هو المصدر أو الاسم العادي. تقول لولا خالد ويحسن إلي لهلكت، لولا المنزل وأستظل به لضحيت، يعني برزت للشمس. أي اسم خالص، المهم لا يكون اسم مفعول. المضروب فيغضب محمود علي، المضروب اسم ليس خالصا من تقدير الفعل لأنه بمثابة الذي يضرب. وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهم ما عد وروى. الأصل أن الحرف عامل ضعيف لا يعمل إلا مذكورا، ليس كالفعل، الفعل يحذف ويعمل، وقد يحذف وجوبا ويعمل، لكن الحرف لا يعمل إلا مذكورا. واضح؟ فأن اضطرد حذفها في مواضع والنصب بها. واضح؟ وأما إذا نصب بها في غير هذه المواضع فإن ذلك من قبيل الشاذ الذي يسمع ما لا يقاس على ما سمع منه، كقولهم خذ اللص قبل يأخذك، قبل أن يأخذك مره يحفرها أن يحفرها. قال قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. قال
أي هذا اللائم أحضر الورى وأن أشهد لذاتي هل أنت مخلدي؟ أي هذا اللائم أحضر أن أحضر. قال فلم أرى مثلها خباسة واجد، فنهنهت نفسي بعدما كدت أفعاله أن أفعله. تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، هذه مرادف في اللغة العربية سمعت، سمع النص بأن مضمرة وليست بعد المواضع التي حددت. باختصار نواصب المضاء أربعة عشرة، أربعة تنصب بنفسها وهي أن ولن وكي وإذا، وخمسة بأن مضمرة وجوبا وهي لام الجحود وحتى والفاء والواو وأو، وخمسة بأن مضمرة جوازا وهي لام كي والفاء والواو وثم وأو، العاطفة لفعل مضارع على اسم الخالص، والله أعلم.